إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في البث المباشر والحصري مباشرة من ضواحي بولية بوسلام. إذا بطبيعة الحال معنا فلاحة اللي مستثمرة بطبيعة الحال في منطقة ديال منطقة العوامرة بطبيعة الحال منطقة عفوا مولي بوسلام بأكملها، اللي كيعاني بطبيعة الحال من قرار اللي كما سميته قرار مجحف ديال نارسا، وكطالب بطبيعة الحال ديال لونسا، وكطالب بطبيعة الحال. السلام عليكم اختي، تفضل. السلام عليكم، شكرا للحضور ديالكم عندنا في الضيعه ديالنا. كيف ما قلتي، حنا كنعانيو من واحد القرارات مجحفه من طرف لونسا، الوكاله العموميه او الاداره العموميه اللي كتهتم بالسلامه، السلامه الغذائيه والوقايه النباتيه، بعد الرفض ديالها الطلب ديالنا والطلب ديال تقريبا 100 مزارع لاستيراد نبته سيكويا. واخا هاد النبته السيكويا ديالك، ما نعرفو النبته ديالك، شويه كبير، وفي نفس الوقت كيتخلص واحد 3 اورو او 4 اورو زايد في السوق على الانواع الاخرى. واخا قلتي لي في الكواليس بان طبيعه الحال الى دخلت هاد النبته هادي، وان الوكاله الى سمحت لهاد النبته هادي الدخول غتعطي فرص شغل كبيره للمنطقه. طبعا الى غيرت او ارتأت لونسا تبدل القرار ديالها المجحف ضد السيكويا وضد نحن كفلاحين كاملين، طبعا غادي تعرف المنطقة واحد الازدهار، حيت تقريبا حطينا واحد 80 طلب حتى الآن. هاد 80 طلب إلا ترجمناه كمساحة راه هي تقريبا واحد 600 قطار كمساحة، إلا ترجمناه كفلوس اللي غتدخل المغرب راه تقريبا واحد 300 مليون يورو، إلا ترجمناه كمناصب للشغل تقريبا. هذا القرار كان بعد واحد النظرة شمولية للخسائر اللي غادي تسبب فيها لونسا إلا قررت تعلق طلبات ديالنا إلى أجل غير مسمى. السبب يعني اسمع عندك منفعته وطلبات طبعاً طلبات نورمالمون. هذا المشكل راه بدا تقريبا من شتنبر 2023، دابا تقريبا حنا 5 شهور وحنا في صراع مع لونسا. كاينه مزارعين اللي مسجلين في الجمعيات الفواكه الحمراء، اللي واحد الحادث طرا ما بين فلاح والمشتل اللي كنشريو من عنده، اللي شرينا من عنده طبعا سيكويا. هاد المشكل نعاودو نديرو عاود تصدق كيما عاودتي قلتي. بالنسبه شنو السبب اللي خلى الوكاله انها توقف على الحال هاد النبته هادي؟ السبب اللي خلى الوكاله توقف او تعلق جميع الطلبات ديالنا الى اجل غير مسمى هي حادث وقع ما بين واحد الفلاح اللي كيزرع هاد النباتات، والمشتل اللي شرى من عنده واللي غنشريو من عنده حنا كاملين هاد النباتات. هاد المشكل ترى من بعد التسلم ديال الفلاح النبتة سيكويا من بعد عام، عرفت بعض النباتات اللي شراها اللي النسبة ديالها غير مرتفعة البتة، واحد نسبة الإماتة. نقدر نقولوا ان هذه النبته هذه الى دخلت المغرب تعطي امل بطبيعه الحال للضيعات الفلاحيه، تعطي الامل للناس اللي ساكنين في القرى وفي البوادي انهم يحركوا الاقتصاد ديالهم العجله ديالهم. نقدروا نقولوا هذه القضيه هذه طبعا، لان ملي كنهضروا على 60,000 منصب شغل راه كنهضروا على 60,000 تسجيل في الضمان الاجتماعي، كنهضروا على 60,000 تعويضات عائليه، كنهضروا على ثقافتنا المغربيه في المؤازره الاسريه، لان اي شخص كيشتغل في الاسره راه كيكون شي كيعين على الاسره ديالو، كيكون كيعين زعما المباشره، كيكون كيعين حتى الاسر ديالو اللي هي غير مباشره، يعني غادي يخلص من الكرا، يخلص من الحانوت، غادي يخلص من مجموعه ديال الامور طبعا. وناهيك على الرواج اللي غادي يكون، لان ملي كنهضروا على النبته ما كنهضروش على النبته وعلى اليد العامله، كنهضروا طبعا على بزاف ديال الحاجات، لان النبته في طور النمو ديالها كتحتاج لي برودوي فيتوسانيتير زعما السماد، كتحتاج
لي زانسيكتيسيد اللي هما مضادات الحشرات، كتحتاج لي زيربيسيد اللي هي مضادات الحجر الاعشاب الضاره. يعني هاد ملي كنهضروا على اون غروند سوبرفيسي ولا مساحه كبيره، راه كنهضروا على تقريبا مبالغ كبيره، لا في المبيدات، لا في المنتوجات ديال التسمير، لا في كل شيء. أكيد أنكم بطبيعة الحال جهزتوا وقدمتوا المسائل طبعا والمصاريف. طبعا دابا انتينا فاش كنت ايش في الوقت؟ اوكي طبعا انتينا فاش كنتي ماجي عندنا، طبعا ضربتي دورة معنا في الفيرما، وشفتي تقريبا اننا جهزنا تقريبا 30 قطار كيف ما كتشوفوا، بالحديد، بالبلاستيك، بالكوفرسول. وكنستناو غير لونسات تديبلوكي لا سيتوياسيون باش نقدروا نيمبورتيو لي بلونط. حنا وجدنا كل شيء. الغريب في الامر هو ان ولا المؤسف، تفضل السؤال ديالك اسمح لي. كمل بأن هذا المشكل هذا. لان حنا تقريبا عطينا واحد 30%، حنا وجميع المزارعين اللي حاطين الطلبات ديالو، حطينا واحد 30% من المبالغ ديال الفاتوره الاجماليه ديال هاد النباتات للمشتل، لان ما يمكنش المشتل اللي ريزيرفينا راه كاينه فلاحين اللي طلبوا تمويل من البنك، اللي معنيته لانهم غيكونوا مجبرين بواحد تواريخ الاداء. دابا الى جا الوقت ديال التاريخ ديال الاداء ديال المزارع البنكا، شنو غادي تقول له؟ ولا شنو غنقول له؟ غنقول لهم لونسا ما خلاتناش نجيبوا لا بلونط، دونك حنا ما باقي ما بديناش لو بروجي ديالنا. يعني البروجي غادي دير طيات كما كنقولوا قبل الانطلاقه ديالها. حنا دايرين الفايض قبل ما نديروا الانطلاقه ديالنا، لا حنا ولا جميع المزارعين اللي كيستناو، اللي خلصوا الفلوس ديالهم وكيستناو. انتم داير دابا كما كنقولوا المستثمرين الفلاحيين داير الطيات الناس. وناهيك على ان حنا عندنا عقود مع شركات، لان كتكون في الاوت سيزون كيكون كاينه مشاكل في اليد العامله، درنا عقود مع شركات باعداد ديال الناس اللي غادي نخدموهم في الاوت سيزون باش يجيبوهم لنا في الاوت سيزون. دابا ما عارفينش حتى شنو غادي نديرو، ما حنا ما قادرين انيوليو هاد لي ريزيرفاسيون اللي درنا، ما حنا كنحسو براسنا بلوكي. يعني من حد الان كنتم بلوكين، حنا تقدموا حنا حنا مبلوكين نهائيا، لان ما عارفينش لونسا فين باغا تمشي بالتوجه ديالها، وما عارفينش علاش لونسا مصممه انها تدعم فلاح واحد ياك وتسد الاذان ديالو، باش يعطيونا حتى السبب علاش. واخا حالات الى تحل المشكل اكيد انها غتخلق رواج حركيه بطبيعه الحال والكل غادي يتفادى. طبعا نورمالمون الى تحل المشكل راه دخل المغرب تقريبا واحد 3 المليون ديال النبته ديال سيكويا. هاد 3 المليون نبته سيكويا الى ترجمناها الى فلوس من بعد واحد العام، راه كنهضروا على 300 مليون يورو، يعني هي عمله صعبه اللي غادي تدخل المغرب. كنهضروا تقريبا على واحد 15 مليون. شنو المطالب ديالكم؟ احنا اول حاجه كانت طالبوا من جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده انه يتدخل ويفتح تحقيق في هذا الموضوع في اقرب اجل باش نحلوا هذا المشكل. وكنطلب طبعا من المسؤولين من باش يتحل هذا المشكل.